لماذا قلت أنه أبو تريكة محلل مباريات على قده من بعد عمله في الجزيرة؟ صحيح صحيح. ليه قلت كده؟ لأنه ده رأيي الشخصي. أنا عارف محبين أبو تريكة بالملايين وأنا واحد منهم. إذا بتحبه وقلت عنه هيك؟ لا، في فرق من أنا أحبه، فرق أن أنا أقيم عمل. أبو تريكة شخص جميل ومعشوق الملايين، وأنا من هذه الملايين، وما هو أكثر من هذا كمان أن أنا في إعلان ما بقى هو أصدقاء أبو تريكة وأصدقاء شلبي، ولعبنا قصاد بعض وخماسي وحاجات كده، وهو ولد جميل وحبوب وزي العسل. لكن في منطقة التحليل أنا ممكن أبقى أنا غلط على فكرة، يعني الواحد دماغه بتبقى أنا اللي يكيفني ناس معينة في التحليل، هو مش من ضمن الناس اللي تخش دماغي قوي، لكن ده ملوش دخل بشخصيته وبجماله وبظرفه وبلطفه وبشعبيته بكل حاجة. دي حاجة ودي حاجة، يعني قلتها عن قناعة. بس انت معتاد تعلق، يعني تبدي رايك وتعلق على زملاء لا لا فاضيين يا مدام، هنعمل ايه يعني؟ وندردش مع الناس. امال طلع عليك الصيت انك محايد ودبلوماسي ليه؟ لا انا لا ما شفتكش في الحلقه دي كده على خالص. فكره انا مش كده، انا قلت لحضرتك انا بهاجم بس بادب وباحترام، وبالتالي ممكن جدا تشعري ان انت اتجرحتي بقوه بس باحترام، فمش هتضايقك من جواكي ضيق لو كان فيها قله احترام.